على بعد أمتار من أبنائهن المخفيين خلف جدران السجن، وقفن احتجاجا على الممارسات التعسفية للميليشيا بحقهم. الوقفة جاءت بعد تهديد الميليشيا بتفجير سجن هبرة وتصفية من فيه. المختطفين في السجون يبلغون بأنهم مهددين في السجون وأن السجون سوف تلغم وسوف تفجر. رابطة أمهات الصحفيين المعتقلين أعلنت في بيان سابق لها عن تدهور حالات أبنائهن الصحية واستمرار الميليشيا بتعذيبهم وتهديدهم ومنع الزيارة عنهم. ويعاني الآلاف من المختطفين في سجون الميليشيا من تدهور أوضاعهم، بما في ذلك عشرة صحفيين والذين يواصلون إضرابهم عن الطعام منذ مايو الماضي، علهم يوقفون بأمعائهم الخاوية وقع سياط جلاديهم. وعلى الرغم من كل التفاعلات الشعبية والرسمية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، إلا أن ملف المختطفين في المشاورات السياسية لم يصل إلى أي انفراجة حتى اليوم، كما لم تفلح الوعود الأممية في إطلاق سراح آلاف القابعين في السجون، ليظل ملفهم هو الآخر رهن اعتقال مزاج وفد الميليشيا.